من جديد أعزائي المشاهدين، نحييكم في بداية حلقة اليوم من تعظيم سلام. معي في حلقة اليوم ضيفة كريمة وعزيزة، وهي المهندسة هبة محمد عبد الحميد سليم، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة سوهاج. نتعرف عليها خلال هذه الحلقة، ونتعرف عن دور مديرية الإسكان بمحافظة سوهاج في أهم المشروعات والخدمات التي تقدمها لخدمة الوطن والمواطنين. مهندسة هبة، بنرحب بحضرتك معنا في بداية الحلقة، بنقول لك تعظيم سلام. أهلا بحضرتك وأهلا بقناة تمنة، بنرحب بحضرتك. الاسم باشمهندسة هبة محمد عبد الحميد سليم، بكالوريوس الهندسة المدنية دفعة 2000، متزوجة وعندي 4 أولاد وماسكين وكيل وزارة الإسكان بإذن الله. يعني ناخد التدرج الوظيفي أو العملي كده التنفيذي، لما حضرتك خلصت البكالوريوس الهندسة كانت الامور حلوه كده ولقيت فرصه عمل على طول ولا ايه الدنيا؟ الحمد لله، بمجرد ما اتخرجنا اشتغلت سنه 2001 في هيئه الابنيه التعليميه كمهندس مشرف على التنفيذ في الهيئه، وقمت بعمل مدارس هناك، وبعد كده انتقلت لمديريه الاسكان بالتعيين. بمجرد ما اشتغلت في مديريه الاسكان اشتغلت في اداره الرخص والبلديات في المديريه، وتدرجت في الاداره لغايه ما مسكت مدير اداره الرخص والبلديات سنه 2014، من مدير اداره الرخص والبلديات لوكيل وزاره الاسكان في 2022. تمام، ربنا يقويك يا باشمهندسة. دايما القيادات النسائيه كده والمراه المصريه لما بتاخد فرصتها ويعني بتثبت وجودها وبتثبت مكانتها في اي مكان تتولى. طبعا طبعا، احنا من ساعه ما اشتغلنا والحمد لله كنا مصدر ثقه لجميع الجهات. كان شغلي تقريبا اغلبه تفتيش على الادارات الهندسيه في المحافظه، والحمد لله. ما كانش ده يتعارض مع طبيعه حضرتك انك واحده ست ولا؟ لا، كنت منظمه وقتي جدا ما بين الحمد لله ما بين البيت والشغل والاولاد، ودايما كنا المقوله القديمه للستات الزمنيه بتاع زمان تقول لك نظم وقتك، طالما الواحد احنا عندنا وقت كتير، طالما الواحد هينظم وقته فوقته ده هيكفي شغله، هيكفي بيته، هيكفي اولاده، الحمد لله. يعني نصيحه من حضرتك لكل سيده انها تنظم وقتها وتنظم بيتها واولادها، ان شاء الله تكون ناجحه باذن الله. باذن الله طبعا، تنظيم الوقت، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا تعالى هيسالنا عن الوقت اللي احنا بنضيعه، هنضيعه في ايه؟ فلازم وقتنا كله يبقى فيه استفاده، سواء لشغلنا ولوطننا ولبيتنا، لازم كل دقيقه بتمر على الواحد يبقى فيها استفاده. يعني ما اضيعش وقتي، احنا بنشوف دلوقتي طبعا الموبايلات والحاجات دي بتضيع وقت كتير، لكن انا لو استفدت الوقت ده في ان انا اركز في بيتي سواء ست بيت او مع اولادي او في الشغل سواء سيده عامله، فانا طبعا لازم استفيد، لازم هنلاقي في فايده، وهنلاقي ان الوقت ال 24 ساعه اللي ربنا اداهم لنا هيكفي. تمام. طبعا انا مش مهندسه، بعد ما عرفنا اهم النواحي الاجتماعيه لحضرتك والوظيفيه، طيب احنا دلوقتي في مديريه اسكان بمحافظه سوهاج، عاوزين نعرف ايه هي مديريه الاسكان واهم الاقسام اللي فيها قبل ما نتكلم عن تنفيذ المشروعات. تمام، مديريه الاسكان هي مديريه خدميه تابعه للمحافظه، لديوان عام المحافظه، بنسق مع المحافظه في كل المشاريع اللي بتطلبها المحافظه سواء في الخطه الاستثماريه، بالاضافه لمشاريع الاسكان الاجتماعي بيتم التنسيق فيها مع وزاره الاسكان. تمام، يبقى هنا فيه شقين او وظيفتين لمديريه الاسكان، بتنفذ الخطه الاستثماريه الخاصه بمحافظه سوهاج. الخطه الاستثماريه عشان نوضح للساده المشاهدين انه كل عام مالي في خطه استثماريه من المشروعات بتطرح في المحافظه، انتوا اللي بتنفذوها. الاسكان الاجتماعي بتتواصلوا فيه مع الوزاره، مع وزاره الاسكان. بالإضافة أن احنا مديرية الإسكان فيها أقسام عديدة، فيها قسم المشروعات ده خاص بتصميم المشروعات اللي بنكلف بيها، وقسم التنفيذ ده خاص بالتنفيذ المشروعات اللي بصممها إدارة المشروعات. قسم التنفيذ بيحتوي على مهندسين، بيحتوي على فنيين، قسم المشروعات مهندسين وفنيين. تقريبا مديريه الاسكان بيبقى القوه بتاعتها الاساسيه في المهندسين، احنا مهندسين المحافظه، واحنا الداعم الاساسي في الهندسه للمحافظه. مديريه الاسكان بالاضافه برضو الاقسام اللي هي الهندسيه المتخصصه، انا عندي اداره عقود، عندي شؤون قانونيه، عندي موارد بشريه،
دي هي الادارات الاساسيه في اداره رخص وبلديات. برضو اي مشاكل في مواضيع الرخص ما بين الوحدات المحليه وما بين المواطنين، الرخص المتعلقه بايه يا باشمهندس؟ رخص المباني ورخص المحلات الاثنين، يعني انا عندي في قسم الرخص والبلديات عندي رخص مباني وعندي رخص. بيتعارض شغلها مع الادارات الهندسيه في الوحدات المحليه؟ احنا بنبقى زي الحكم. يعني لو في واحد معاه مشكله مع الاداره الهندسيه او في جهه معاها مشكله مع الاداره الهندسيه، مين الجهه اللي بتفصل تقول هل الاداره الهندسيه هي الصح او الغلط؟ تقريبا مديريه الاسكان احنا الجهه، لان احنا المنوطين بتنفيذ وتطبيق قانون البناء رقم 119 سنه 2008 الخاص بتنظيم وتوجيه اعمال البناء. فمديريه الاسكان هي الخاصه بتطبيقه. اي حكم بيختلف على كذا فبيرجعوا للاصل بتاعهم، مين؟ مديريه الاسكان، اداره الرخص والبلديات. دي اهم الاقسام وطبيعه العمل اللي بتقوم به مديريه الاسكان هنا في محافظه سوهاج. طيب نيجي ندخل بقى في اهم المشروعات او نقول الانجازات على وجه الخصوص من 2014 لحد النهارده مثلا. نتكلم الاول، انتوا بتشتغلوا في شقين حضرتك، الخطه الاستثماريه والاسكان الاجتماعي. نبدا بمين يا باشمهندسه؟ نبدا بالاسكان الاجتماعي. نتكلم عن الاسكان الاجتماعي بالتفصيل. مواطن احنا الاسكان الاجتماعي مديريه الاسكان بتنفذ جميع مشروعات الاسكان الاجتماعي. طالما في اراضي املاك دوله خاص في املاك دوله في اي وحده محليه بننسق مع الوزاره بتنفع، بنعمل على طول بقوم مديريه الاسكان بتنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعي. حتى الان احنا منفذين 4060 وحده سكنيه، ومن ضمنهم حاجه اسمها المنحه الاماراتيه من ضمن ال 4060. اماكنهم في الكوثر وفي الوحدات المحليه اللي هي طمة، جهينه، المنشاه، طحطه، كل الاماكن دي اي اسكان اجتماعي معمول فيها بيتم تنفيذه واشراف عليه عن طريق مديريه اسكان سوهاج. اي املاك دوله يبنى عليها تصلح. بمعنى حضرتك انت مهندسه، يعني انا ليا مساحات معينه لازم ما تقلش عنها، ليا عدد معين من العمارات ما تقلش عن 5 عمارات، لازم المنطقه الواحده عشان ما تبقاش عماره لوحدها، لازم خمسه مع ايه؟ مع بعض. بيعملوا خمسة دول بيعملوا لي زي تكتل سكني اقدر اخدمه، لكن عماره وحيده انا ممكن ما اقدرش اخدمها بالخدمات حواليها. لكن لما بيبقى في تكتل سكني انا لازم اخدمه مرافق بقى لا لازم تبقى متوصل لها مرافق. يعني انا المنطقه اللي بعمل عليها عماره سكنيه لازم عشان اضمن ان الناس دي توصل لهم الخدمات لازم تبقى متوصل لها في وسط المدينه، في وسط الحيز العمراني، ما تبقاش حاجه بعيده. فانا بتم المعاينه مع احنا بالتنسيق مديريه الاسكان مع الوزاره عشان نشوفوا هل الموقع املاك الدوله ده يصلح يتبني عماره، لان مرات خارج الحيز العمراني ما اقدرش اوصل للناس دي بعد ما ابني لها واكلف الدوله فلوس ما اقدرش اوصل لها. طب ما ممكن يكون في املاك دوله خارج الحيز العمراني؟ ما ينفعش بقى، لان دي ما ينفعش اوصلها مرات، لازم يكون ما ينفعش اسكن الناس في عمارات وهي ما اقدرش اخدمهم فيها. اهم حاجه الميه والكهرباء. طب يعني لازم املاك دوله وتكون داخل الحيز مظبوط؟ طب ما يقل عن 5 عمارات سكنيه. الاجتماعي لما الدوله جت تفكر في باشمهندسه تنشئه للناس، يعني مين المستهدف من في المواطنين انه يكون له او الدوله تخصص له وحده في الاسكان الاجتماعي؟ تمام. دلوقتي غالبا كل مواطن بيدور على شقه هيلاقي شقه. احنا في الاعلان الاخير ده احنا نزلنا وحدات كتيره جدا في الكوثر، ما حدش راضي ياخدها. الوحده ب 500 جنيه قسط في الشهر وب 700 جنيه يعني بلاش. الوحده كلها ب 184,000. طب فين دلوقتي؟ لو سكن ايجار بره في اي حته مش هيدفع اقل من 2000 جنيه دلوقتي. الوحده السكنيه اللي هنلاقيها ب 184,000 90 متر مسطح متشطبه كامل التشطيب. انا بدعو الشباب كلها انها تحجز في اي اسكان اجتماعي نازل. يا جماعه انا دلوقتي بروح ادور على شقه 5 سنين ايجار ب 2000 جنيه وب 3000 جنيه، طب ما انا اخدها تمليك ليا ولاولادي بكره وبعده. ده توجه الدوله وتوجه القياده السياسيه لما فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي قال انا اي حد محتاج شقه هنوفر له شقه. بس
فاكر ان بتاعت العمارات الحكوميه، لا يا جماعه العمارات الحكوميه دلوقتي تشطيب سوبر لوكس احسن 1000 مره من انك تاخد شقه ايجار مفتوح قسط ببلاش 500 جنيه ل 700 جنيه كلام فاضي. 184000 يمكن هاكد على كلام حضرتك انه تشطيب الوحدات للاسكان الاجتماعي الايام دي فوق المستوى جدا جدا. ليه؟ لانه احنا في فتره من الفترات ربما كان يشوبها الفساد او عدم الاشراف او كانت فيه بعض الوحدات الصوره النمطيه اللي انتقلت للمواطنين انه لا الاسكان الحكومي ده تعبان شويه، لكن في ظل حكومه جديده والقياده الجديده وبضرب بيد من حديد على كل مقصر، اعتقد انه لا التشطيب في الاسكان الاجتماعي دلوقتي فوق الممتازه يا باشمهندس. وكمان احنا بنهتم بالموقع العام اللي حوالين المساكن، يعني تلاقي دلوقتي اي اسكان اجتماعي تلاقي الموقع العام اللي حواليه حاجه مبهجه، يعني حاجه الالوان بتاعته مبهجه، الموقع العام بتاعه مبهج. حتى في داخل المربع تقريبا بتعملوا مسطحات او تل اطوار او بالبوطه مكان انتظار الوان مبهجه علشان الناس نخلي الناس تقبل على الاماكن دي. بنغير الالوان القديمه بتاعت العمارات الشعبيه بتاع زمان، لان هو مش شعبي، هو اسكان عالي متشطب رخام ومتشطب سيراميك ومتشطب باحدث حاجه جوه. فانا بندعو كل الشباب دعوه للشباب انها تروح وتحجز، خاصه ان هو مفتوح لسن الشباب. يعني دايما تلاقي في الاعلام بتاع الاسكان الاجتماعي يقول لك ايه من 21 سنه، يعني انا بفتح للايه للشباب، اقول لك روح روح وخد فيها لو 500 جنيه او 700 جنيه مش قصه لاي شاب بيشتغل دلوقتي. حضرتك شايفه المبلغ ده مش عقبه؟ مش عقبه خالص، بالعكس انا دلوقتي باجر، ما يقارنش كمان بالسعر طبعا الخارج. طبعا طبعا انا باجر دلوقتي باقل حاجه في سوهاج وصلت 2000 جنيه، انا اجر ب 2000 جنيه ولا ادفع لي 500 جنيه تبقى الحاجه ملكي بعد 20 سنه؟ ما ممكن يا باشمهندس اقول لك انا هحصل على شقه ب 500 جنيه في الكوثر او في سوهاج الجديده، بس ما فيش مواصلات بعيده وانا شغلي في سوهاج، نقول له ايه؟ احنا بنشوف دلوقتي المواصلات سواء في سوهاج الجديده دخلت النظام الامان وسياده المحافظ دايما بيحاول بصراحه في كل تعليماته في كل مجلس تنفيذي يعني بيشدد على ان لازم نوصل وسيله المواصلات اللي تبقى للمواطن تبقى وسيله يقول لنا احنا ليه ما نبقاش زي القاهره؟ ليه ما نبقاش يبقى في كذا وسيله مواصلات متعدده، مش هو الميكروباص وبس اللي هو تعب الناس وبيفرض على الناس الاجره وبيفرض. دلوقتي حضرتك امان اللي في السوهاج الجديده وبرده في الكوثر مع المركز الطبي ليه؟ ما عشان يرفع من جوده الخدمات للسكان هناك. تمام. المدارس اللي اتعملت تجريبي في الكوثر ما هو برده عشان ترفع من جوده الخدمات. المحافظه والحكومه والدوله كلها شغاله بتخدم للمواطن. يعني انتوا لما بتيجوا تعملوا عمارات سكنيه لا بتدرسوا الاول هنوفر له سكن ازاي والمواصلات بتاعته ازاي عشان ما يتعبش في المواصلات. بالظبط، ما احنا بنقول لحضرتك احنا لازم ندرس الموقع. هل افرض الموقع كان خطير او في حواليه لصوص او كده، احنا بنوفر للمواطن كل كافه المرافق، ميه وكهرباء تبقى عنده، الموقع يبقى امن، المواصلات. احنا بنقول ليه ما بننشئش وحدات جديده غير ما بنسكن القديم؟ ليه؟ انا لما بسكن القديم بضمن ان هيبقى الخدمات كلها خلاص بقت كتله سكنيه بطبيعه اي مكان، في كتله سكنيه بتيجي الخدمات ليه لغايه عنده حتى لو انا ما طلبتهاش. فاحنا بخطه دايما الجمهوريه والوزاره والمحافظه بنسكن بنبني وحدات، ما بنهدرش مال عام او اروح عامله وحدات تانية، لا لازم اسكن الوحدات اللي انا عملتها وبعد كده ابني وحدات جديده اللي احنا دلوقتي بصدد ان شاء الله بنجهز لها. العمارات اللي هي الخاصه التابعه للاسكان الاجتماعي مديريه الاسكان بتنفذها ولا بتشرف عليها؟ لا بننفذ. مين اللي بيصرف؟ انا عايز مين اللي بيصرف الفلوس؟ الاسكان الاجتماعي الوزاره اللي بتصرف لنا الوزاره. لكن هو تنفيذ نحن واشرافنا احنا. تنفيذ مديريه الاسكان واشراف مديريه الاسكان. ما فيش مشاكل في التمويل؟ لا 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 بالعكس. مرة رفعت تقرير قلت لهم والله انا عندي في مركز مثلا مركز سوهاج محتاجه ده احنا بنصرف تعويضات، يعني رئاسه الجمهوريه دلوقتي عامله لو في اي مستخلصات اتاخرت للناس ليهم دلوقتي حق في قانون تعويضات، ودلوقتي انا سامعه انه برضه قانون تعويضات هيعمل فيه بعض التعديلات عشان ما حدش يظلم ابدا. ما هي من مصلحتنا احنا كدوله ان المقاول ياخد فلوسه، وان المقاول ده وراه عماله وراه صناعه شغاله سيراميك ونجاره وحداده وخشب. حطيتي ايد حضرتك على حته مهمه انه بالاضافه انه احنا بنوفر سكن، لا احنا بنوفر فرصه عمل. مظبوط طبعا طبعا. فاحنا بنجهز ال 50 عماره ليه؟ فلوسها موجوده دلوقتي. تمام. او فلوسها جاهزه عند الوزاره، فبتقول لنا يلا جهزوا والحقوا عشان احنا الفلوس عندنا موجوده. تمام. فما فيش اي، احنا كلنا بنخدم بعض، يعني احنا كلنا كده سواء انا كموظف او سواء كمقاول او كمهندس كلنا شبكه واحده بنخدم بعض. تمام.
الشق الأول من جهود مديرية الإسكان هنا في محافظة السوهاج تحت قيادة حضرتك. طيب الشق الثاني احنا قلنا الخطة الاستثمارية اللي بتنفذها وبتشرف عليها من بالتعاون مع محافظه سوهاج. اولا يعني ايه خطه استثماريه يا باشمهندس؟ الخطه الاستثماريه دي الخطه بتبقى مرصود لها الاعتمادات بتاعتها من وزاره الاستثمار. طبعا القائمين عليها المحافظه، ديوان عام المحافظه هم اللي بيحطوا الخطه، هم اللي بيشوفوا احتياجات المحافظه ايه وبيحطوها، احنا بس ما في غير بننفذ الحاجات اللي بيحطها ايه المحافظه. طبعا مثال يعني احنا عندنا دلوقتي مثلا انشانا اسواق، كان رئاسه مجلس الوزراء عايز تطوير للاسواق، المحافظه اشتغلت فين الاماكن اللي ينفع اطور فيها الاسواق. ويمكن الاسواق دي كانت سبب رئيسي من سبب العشوائيه او الحاجات اللي احنا عاوزين نقضي عليها بقى نرتقي للجمهوريه الجديده اللي بننادي بها الدوله، فيعني حاجه لا تليق. فاحنا عايزين يعني نعبر للجمهوريه الجديده اللي بتليق بالمواطن طبعًا المصري. طبعا هو دي تعليمات رئاسيه، وسياده المحافظ دايما بيشدد على العشوائيات، بيتضايق جدا لما بيلاقي ايه العشوائيات. لا فاحنا كانت الخطه الاستثماريه في المحافظه بالتنوع، يعني محافظه سوهاج خطتها الاستثماريه دايما متنوعه ما بين اسواق، ما بين مستشفيات، ما بين مواقف، ما بين اي حاجه بتخدم المواطن. هم بيحطوا الخطه حسب بقى المشاركات المجتمعيه اللي بيعملوها، حلقات نقاش مع المواطنين ومع رؤساء الوحدات المحليه مره واثنين وثلاثه، لغايه ما بيوصلوا للاستخدام الامثل للاعتمادات دي هتروح فين. وبناء عليها احنا بننفذ الخطه اللي المحافظه اعتمدتها. حضرتك ذكرتي بتشرفوا على تنفيذ الاسواق، احنا كم سوق مثلا تم؟ احنا حاليا انشانا سوقين، سوق جهينه سوق جهينه وسوق الحضري في مدينه ناصر. خلصناه، وكمان سياده المحافظ كان ليه تعليمات بتطوير المنطقه المحيطه بالسوق الجديد. عشان حتى اللي بيبيع جرجير وقعد في الشارع ما قعدوش في الشارع، قعدوا برضه حوالين السوق. التطوير ده يشمل ايه يا باشمهندسه؟ يعني كلمه تطوير دي كلمه جميله. بتطوروا ازاي؟ بنينا المبنى في 116 محل، في بوفيه، في دورات ميه سيدات ورجال، ودورات ميه للمعاقين. ده اللي هو المبنى بتاع السوق. المنطقه اللي حوالين السوق عملنا فيها برضو بواكل البائع جائلين، يعني انا المحلات جوه تتاجر. المنطقه اللي بالبر البائع اللي بيقعد على الارض ده وبيبيع، انا مش هخليه يقعد على الارض ويبيع. انا هدخله جوه في بواكي محترمه للبائع جائلين. عاملين فيها امن، غرف امن عشان يبقى السوق كله مراقب. بكاميرات مراقبه. عاملين فيها برضو محلات للبائع الجائلين والناس اللي بره اللي مش هتدخل. المحافظه عندنا اسواق كثيره يا باشمهندسه، لو تم تطوير كل الاسواق بالمنظر وبالشكل ده ما هيبقاش في حد بره. يعني احنا السوق اللي شغالين ده سوق مدينه ناصر، عشان كل البائع الجائلين اللي حضرتك شايفهم اللي بيمثلوا دوشه للعمارات السكنيه اللي المحيطه، واحتلال الشارع وعرقله المرور. كل الناس دي احنا هنلم الناس دي كلها ونحطها في ايه؟ في السوق، بحيث ما يبقاش في واحد بيبيع حاجه بره السوق. خطه استثماريه اكيد بتنفذ حاجات ثانيه كتير يا باشمهندسه، زي المركز الطبي في الكوثر. ده انا فرحانه بيه جدا. لان الكوثر مدينه جميله ومدينه، وانا نفسي الكوثر دي يعني تبقى في المستقبل حاجه. فمن ضمن الخطط ان شاء الله مركز طبي. هو مش مركز طبي، هو في الحقيقه مستشفى. لان بيحتوي جواها على غرفه عنايه مركزه، اسانسيرات، مولدات. تابع لوزاره الصحه ولا تابع لمين؟ لا تابع، هيبقى تابع، هنسلمه لوزاره الصحه. طبعا انتوا اللي بتنفذوه. بس هو في الحقيقه انا ما بعتبروش وحده صحيه عاديه او مركز طبي عادي، انا بعتبره مستشفى. ان شامله لكل حاجه بتحتويها المستشفى. ما خليناهوش ناقص حاجه، سواء حمايه من الحريق، سواء اسانسيرات، مصاعد كبيره، موقع عام كبير، غرف كبيره، وغرفه عنايه عمليات. فاحنا انا ما بعتبرهاش مركز طبي او وحده صحيه عاديه. لا بتزور المواقع دي يا باشمهندس وبتنزل؟ طبعا على طول. ولا احنا في المكتب هنا على طول؟ لا لا لا، الحمد لله. انا من ساعه ما جيت انا بشرف نفسي على كل العمليات اللي بتطرحها المحافظه. واكتر مثال على ذلك النفق بتاع العروبه اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. انا كنت اقعد فيه يوميا لغايه الساعه 1 ولغايه الساعه 12، لغايه ما اطمنت هناك على سر ايه سر العمل. يعني قعدت يمكن شهر كامل كل يوم لازم اسهر هناك واشوف، لغايه ما اطمنت. لان كان في بدايه الشغل هناك كان بصراحه حاطين ايدينا على قلبنا، لان المرافق الاساسيه بتاعه الحي شرق وحي غرب كلها مره من داخل النفق ده. النفق ده قديم، محدش لعب فيه قبل كده، الخطوط كلها قديمه. فكان بالنسبه لنا ان انا ابدا فيه او الخطوات الاولانيه، هو جاي بالتماشي مع انشاء كوبري الثقافه بالظبط. الخطوات الاولانيه فيه كانت حرجه جدا، صعبه جدا، واغلب الحاجات اللي حواليه كلها مش على اساسات.
فاحنا حضرتك زي ما شفت بنينا الحوائط اللي طالعه دي كلها على حاجات كنا خايفين انها ايه، يحصل حاجه للجامع، تحصل حاجه للمحلات، تحصل حاجه مش عارفه. عايزه شغل ناس دقيقه وشغل ناس على اعلى مهاره. كنا بنشتغل نسهر طول الليل، سواء طاقم المهندسين او الفنيين اللي في مديريه الاسكان واحنا، وطبعا كان الدعم لنا المحافظه، اي حاجه اي كنا نتصل بيجي، يعني اي حاجه بتتحل على طول في لحظه. واحنا كل اللي يهمنا راحه الناس، يعني احنا كلنا شغالين ليه؟ احنا نفسنا نخدم المواطن باقصى ما بجهدنا. يعني اذا كنا اتاخرنا في حاجه فبيبقى غصب عننا، ما مش بارادتنا. كنت مهندسه ايه بقى؟ ماذا تكون مهندسه؟ لا انا طول عمري اتمنى ان انا اكون مهندسه، لدرجه ان انا في الثانويه العامه كنت اللي هو السنه اللي كانت الدفعه المزدوجه 5 و6 دي مع بعض، فكنا يعني مجموعي كان بمجرد ما جبت مجموعة هندسه، فكانوا يقولوا لي لا حسني وادخلي صيدله، كنت اقول ابدا. انا احب الهندسه بقى. مهنه شقه مش سهله. لا بس انا بحب خروجها الكثير في المواقع. لا انا بحب الهندسه من ساعه، يعني ما كنت اتمنى ان انا ابقى مهندسه، ما كنتش اتمنى حاجه ثانيه ابدا. في حاجه تعوق المهندسه هبه عن عملها؟ مش مهندسه، لا اي حاجه طالما الانسان بيحب عمله ما فيش اي حاجه تمنعه ان هو يبذل قصارى جهده فيه. مقصره في البيت مع الاسره؟ لا الاولاد بياخدوا يعني في تضارب ولا تعارض؟ لا انا عندي 4 اولاد، وفيهم اللي في ثانويه عامه، وفيهم اللي في ثانيه ثانوي، واللي في ثالثه اعدادي، يعني عندي شهادات والحمد لله. انا مقسمه بيتي ووقتي، كل حاجه بتاخد مجهودها بالظبط اللي هي عايزاه. الحمد لله، الحمد لله، ربنا يوفقك. المراه المصريه يعني اكيد الدوله بتدعمها في خلال الفتره القادمه، واخده حقها؟ والمرأة ثبتت كفائتها في الأمور دي ولا إيه؟ طبعا احنا دلوقتي شايفين ان المرأة وصلت رئيسة وحدة محلية، ووصلت سكرتير عام وسكرتير مساعد ورئيسة وحدة محلية ووزيرة، طبعا وزيرات كتير زي ما احنا ما شايفين، وكلهم اثبتوا طبعا جدارتهم. يعني كذا وزيرة اثبتت فعلا جدارتها في الفترة الأخيرة، بالذات في عهد الرئيس السيسي. عدد النائبات في مجلس الشعب زي ما احنا شايفين، فيهم المهندسه وفيهم الدكتوره وفيهم اللي كانت شغاله شغل حر. فلا المراه دلوقتي في اي مكان واخده، انا مش عايزه اقول هي واخده حقها اكتر من الراجل. واحنا كلنا معاها وبندعمها بامانه. المراه دي هي الام والاخت والزوجه والابنه، يعني ربنا يقدر ان شاء الله لما هو كل خير للمراه المصريه باذن الله. اخيرا رساله تقوليها لأسرتك، أبنائك والزوج اللي هم بيشاركوك في هذا النجاح وهذا العمل؟ أنا مش عايزة أقول لك إني لولا جوزي أنا ما كنتش وصلت للي أنا فيه. الحمد لله الراجل يعني ليه دور كبير أهو. مش عايزة أقول لك إن دايما يقولوا، يعني هو راجل مظلوم، يقولوا لولا دعمه ليا. يعني أنا لما أي حاجة يقول لي لا روحي وأجي معايا، مش أنا أجي معاكي، أنا أدعمك، أنا فلولا دعمه ليا أنا ما كنتش وصلت للي أنا فيه. طبعا ربنا يديله الصحة طول العمر، ودايما يفضل داعم ليا يا رب إن شاء الله بإذن الله، وأولادي ربنا يخليهم لي إن شاء الله، يبارك لي فيهم يا رب بإذن الله. مجموعة العمل اللي هم اللي بتشتغلي بيهم هنا في تنفيذ الأعمال، ماذا تقول لي كادر أو كوادر العمل الموجودة مع حضرتك؟ أنا فعلا ما هم كل اللي شغالين معايا زمايلي، أنا أقول لهم أنتوا إخواتي مش زمايلي، هما فعلا اللي فيه كان معايا في دفعتي في الكليه، اللي اشتغلنا مع بعض قبل ما نيجي هنا، اللي اتدربنا مع بعض ايام الجامعه قبل ما نتعين مع بعض. نظره الزملاء كطبيعه كمراه مثلا على مقعد وكيل وزاره؟ كلنا اخوات. لان انا اساسا احنا كلنا اخوات، لما كناش اتقابلنا مع بعض في الكليه وكنا زمايل في الكليه واخوات في الكليه، فاحنا اتقابلنا مع بعض في مجال التدريب واحنا لسه في الجامعه، اتقابلنا مع بعض في هيئه الابنيه التعليميه، اتقابلنا مع بعض بعد كده في الاسكان، فجميعهم اللي انا شغاله معاهم فعلا هم اساسا زمايلي واخواتي قبل ما نبقى في الشغل هنا. تمام. ابقى ريس ومرؤوس يعني. لا تمام. ربنا يوفقك ويديك الصحه، ودايما يا رب كده نشوف حضرتك في اعلى المراتب والعمل التنفيذي باذن الله داخل محافظه سوهاج، ونشوف حضرتك في الوزاره ان شاء الله الخطوه الجايه باذن الله. ان شاء الله باذن الله، بدعمكم ان شاء الله يا رب. بشكر حضرتك، كان واجب علينا انه احنا لما بنشوف نموذج ناجح في محافظة سوهاج، وخاصة لما يكون هذا النموذج سيدة
وامرأة مصرية، لا احنا ما بتتأخرش، بنيجي على طول بنقول لحضرتك تعظيم سلام، احنا مع حضرتك وبندعمك، ومجهود كتير وعمل كبير وحاجة رائعة بصراحة بتنفذوها هنا من خلال مديرية الإسكان داخل محافظة سوهاج. كل الشكر لحضرتك وتعظيم سلام لحضرتك. شكرا لحضرتك وشكرا لقناة تمنى. شكرا. يعني أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقة اليوم لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام للمهندسة هبة محمد عبد الحميد سليم، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة سوهاج، على هذا العمل الكبير والمجهود الرائع الذي تبذله في خدمة الوطن والمواطنين من خلال موقعها كوكيل وزارة للإسكان بالمحافظة. أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى لقاء في حلقة جديدة قادمة، وتعظيم سلام.